التاسعة صباحا في القاهرة موجز الأخبار، أهلا بكم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وثيقة وصفت بالشاملة عقب قمتهما التاريخية في سنغافورة. وبحسب بنود الوثيقة فإن واشنطن وبيونغ يانغ ملتزمتان بالعمل على نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية وإقامة علاقات جديدة بينهما. كما تنص الوثيقة على ضمانات أمنية أمريكية لكوريا الشمالية. وفي تصريحات عقب توقيع الوثيقة أكد الرئيس الأمريكي أن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية سيبدأ بوتيرة سريعة جدا. وأضاف ترامب أن لقاءه بكيم جرى بمستوى لم يتوقعه أحد، واصفا كيم بأنه مفاوض ذكي وموهوب. أكد الرئيس الأمريكي أنه مستعد لدعوة الزعيم الكوري الشمالي للقيام بزيارة إلى البيت الأبيض. هذا وقد أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن عن أمله في نجاح القمة الأمريكية الكورية الشمالية، واعتبر مون القمة بداية لعصر جديد لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والعلاقات فيما بين الكوريتين والولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أثنت الصين على القمة فيما بين ترامب وكيم ودعت من جديد لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن جلوس الزعيمين جنبا إلى جنب لإجراء محادثات يكتسب أهمية كبرى وله معنى إيجابي ويعلن عن بدء تاريخي جديد بحسب تعبيره. أسماء قندير محمد عبدو بعد قليل في صباح أون، شكرا لكم وإلى ملتقاكم.